احبائي الكرام وعشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الاهلي، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وكل عام وانتم بخير من جديد. تعود الاجواء الرمضانية هنا لمدينة الانتاج الاعلامي، وافتتاح البطولة الخامسة للدورة الرمضانية تحت رعاية السيد الاستاذ اسامة هيكل رئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامي. لقاء الافتتاح، لقاء انطلاق البطولة، اجمل وابهى صورة، صورة الفريقين، لقاء السلام من الفريقين في لقاء الافتتاح ما بين فريقي قناة السي بي سي وقناة ام بي سي. لقاء الافتتاح ولقاء يساع على عبر شاشة قناة النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لكلا الفريقين. عقب هذا اللقاء عندنا لقاء ما بين قناة النادي الاهلي وقناة اون سبورت، ابطال النسخة الثانية في مواجهة ابطال النسخة الثالثة. اون سبورت صاحب التتويج والفائز بالبطولة في النسخة الثانية هيواجه النادي الاهلي، وقناة النادي الاهلي صاحب اللقب في النسخة الثالثة. هيبقى على يدنا اليمين فريق سي بي سي، على يدنا الشمال ام بي سي. اللاعب مصطفى مسلم يبدا مرة ثانية. رمضان المهار يا ولد العشمندورة، الصوب يا راجل، ايه يا ابن السحبة والسبعة الجميلة دي؟ الولد شمندورة صاحب القميص رقم 11 لعبة مرة تانية، لعبة دور على حد يلعب عليه، يسندها مسلم لكن جو، لكن مقطوعة المرتدة السريعة. يلا راجل، مستنين هدف في البداية، هدف يفك اللقاء. عقب هذا اللقاء زي ما قلت لحضراتكم لقاء في غاية القوة، لقاء نهائي مبكر، الاهلي واون سبورت منافسة قوية، والاثنين ابطال النسخه الثانيه والثالثه وجها لوجه في لقاء الافتتاح. يبدا مره ثانيه مسلم، لعبه مقطوعه رمضان، يلم مره ثانيه مصطفى عبدو، عدى المجر اوبا، جول 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 سي بي سي، يضع الهدف الاول. رمضان رمضان عادل، دايما بنقول في الكره الخماسيه، في كرة الصلاة الأسطى والمعلم بتاع الفريق بيبقى آخر لعيب في الملعب. أستاذ عبد الرحمن شبيطة قناة النادي الأهلي، جنرال مانجر عبد الرحمن شبيطة، يبدأ مرة ثانية عبد الهادي. الشخصيات المحترمة عبد الرحمن شبيطة، كل سنة وأنت طيب. أستاذ باسم أيضا موجود، وإدارة اتش آر بقناة النادي الأهلي. لعبت الطويلة الطولية الأمامية، يلا راجل ميدو، لكن يا ولد يا ولد يا سرجاني. طبعا كل السادة الحضور الموجودين وكتيبة من فريق عمل لقناة النادي الأهلي، قيادة طبعا المخرج المطلق كابتن الأستاذنا الكبير أستاذ أحمد برجاوي، شادي عبد السلام ودائم الإبداع محمد دكروري، وأشرف يعني ومدير وقائد كتيبة العمل في أرض الملعب دايما محمد قلبة، أستاذ عبد الرحمن شبيطة، الأستاذ باسم، والمجهودات المبذولة أيضا من إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المهندس محمود فتحي، وجميع السادة المنظمين على خروج هذا المشهد والصورة الجميلة. لعبة يلعب بيهم في نص الملعب، لعبة يبدأ مرة ثانية، حاول يضغط ميدو، يلا يا ميدو خارج الملعب بعديه. مهندس محمود فتحي مدير النشاط الرياضي واللجنه المنظمه، استاذ شبلي محمد شبلي عضو النشاط الرياضي واللجنه المنظمه، على استاذ نبيل العراقي عضو النشاط الرياضي واللجنه المنظمه. مره ثانيه شمندوره دور على الكوره، هتلاقيها بين اقدام اللعبه شمندوره، المهاره يا ولد على تغيير الاتجاه والفنتات الجميله. الان مره ثانيه عايز يعدي، لكن عاجبني التنظيم وعجبني فريق سي بي سي، دايما لما الكوره بتتقطع اللعيبه كلها بتنزل تحت الكوره، هيصوب ويسدد لكن ميدو. مره ثانيه شمندوره دور على الكوره، هتلاقيها مع شمندوره، يلم مره ثانيه عايز يعديها على رمضان لميدو، هيصوب، حط يا راجل يا ولد يا ولد يا ولد. طبعا المدير الفني لا ينزل يحط القطه للنادي الاهلي، لقناه النادي الاهلي محمد قلبه. شمندوره يا ولد يا ولد يا ولد يا راجل، كملها يا راجل، ده انت وقفت وثبتت وثبتت الدنيا كلها يا راجل. جابر مقطوع المرتده السريعه، هيمر لكن مقطوعه، ما مرش، عدى المرتده السريعه، بدات تلاقي المساحات، بدات المسافات. شمندوره، لا يا شمندوره، حدش قطع لشمندوره وهو اختار الحل الفردي، جول
جول جول جول. اوعى تلعب مع لعبة، اوعى تلعب مع لعبة، لعبة يضع الهدف، هدف التعادل لام بي سي. ام بي سي يعود للقاء مع بداية احداث الشوط الثاني بهدف احرزه لعبة. يسند المرتد السريع، سرعة التحول انتقال. لا يا راجل لا لا، مالكش حق. ارجع مرة تانية يا عبد، العرضية حط يا راجل، لكن كانت النيران الصديقة. مصطفى جابر فرق لما نزل وبدأ يعمل عملية التسليم والتسلم. التصويبة من اللعبة، اوعى تلعب بها لعبة، لكن تصدي من الحارس وفدي. يا سلام عليك يا وفدي. لعبة في عرض الملعب لكن مقطوع. شمندورة اسعد، مش هتجيلك تاني يا اسعد. جابر لعبة، لو لم لعبة 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 عدت مرت. اعتقد قرار، اعتقد لازم فيها قرار، اداله انذار. شمندورة على الكورة، شمندورة يدور على جابر، جابر جابر يا ولد يا ولد. جول 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 جول، جوه جول لمصطفى جابر. مصطفى عبده، لسه اللقاء ممتد. رمضان اسند يا راجل، حط يا راجل. لا لا لا، ايه يا ابني ده؟ ايه التصويبه دي يا ميدو؟ تصويبه قويه من ميدو. 2 ام بي سي 1 سي بي سي. رحب بالاستاذ ايهاب واداره اتش ار قناه النادي الاهلي. جو مرة تانية، عدت مرت. يلا يا راجل، مش ممكن، غريبة وعجيبة، لكن قدر ولطف الحمد لله. ابراهيم العبها ميدو، ابراهيم حط يا راجل لميدو، حط يا راجل، لكن يا ولد يا ولد. عبد الباسط، عبد الهادي، عبد الهادي يلعبها لكن خارج الملعب. وصفرت نهاية احداث الشوط الثاني، يطلقها حكم اللقاء محمد عبد العزيز بفوز فريق ام بي سي على قناه سي بي سي بهدفين مقابل هدف. احرز هدفي قناه ام بي سي لعب لعبه ومصطفى جابر، بينما احرز هدف فريق سي بي سي لعب رمضان عادل. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مبروك لفريق ام بي سي، هارد لك لفريق سي بي سي. لقاء القادم لقاء قناه الاهلي وقناه اون سبورت. مهندس محمود فتحي، مدير النشاط الرياضي والرئيس اللجنه المنظمه للبطوله للدوره الرمضانيه الخامسه تحت رعايه الاستاذ اسامه هيكل. باشمهندس محمود، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز حضرتك تكلمني التفاصيل اكتر عن البطوله والدوره الرمضانيه الخامسه. اهلا بيك يا كابتن فاروق، بنرحب بيك وبنرحب قناه الاهلي، وسعداء طبعا بمشاركتكم معانا المستمره اللي هي من طوال الخمس سنوات وانتم موجودين معانا في الدورات. بالنسبه للدوره الرمضانيه الخامسه بيراها طبعا مع الوزير اسامه هيكل رئيس مجلس الاداره، داعم للنشاط دايما وبيدعمنا من خلال الدوره دوت. والدوره الهدف منها هو تجميع جميع العاملين في القناه في مدينه الانتاج الاعلامي، سواء كان موظفين المدينه، موظفين قنوات، موظفين شركات، اي حد من العاملين داخل المدينه بيحب يمارسوا النشاط الرياضي اثناء رمضان والروحانيات بتاعه رمضان اللي كلنا عارفينها، بنساعدهم على ده. وزي ما انت شايف الجو الجميل اللي انت شفتوه وشفت الماتش اللي فات، طبعا مستوى فني عالي بيرتفع من دوره الى دوره. التنظيم طبعا يعني الحمد لله من دوره لدوره بيكون للاحسن، او بنحاول يكون للاحسن. بناخد الدعم الدائم دايما من الاداره، وبناخد المسانده دايما من القنوات ومن الناس المشاركه، وبنتمنى ان في الاخر النهارده الافتتاح ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله نتقابل في الختام ويكون على خير، ويكون الدنيا كلها كويسه، تكون الناس مبسوطه في الختام باذن الله ان شاء الله. ونتفرج على ماتش هيبقى ممتاز جدا بين الاهلي واون سبورت ان شاء الله. شكرا 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 جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية اعزائي المشاهدين، نلتقي من هنا من مدينة الانتاج الاعلامي وبطولة الدورة الرمضانية الخامسة تحت رعاية الاستاذ اسامة هيكل، ولقاء القمة، لقاء من نوع خاص، الاهلي قناة الاهلي واون سبورت. عينينا على يوسف علاء لاعب النادي الاهلي، لاعب فريق الشباب يوسف علاء. ومرة تانية بعرض الملعب يبدا فريق اون سبورت، لكن يا ولد يا ولد يا ولد حاب يحطها، لكن السلام عليك يا دكروري دكروري. وادي التصويبه مره تانية، لكن حائط صد واحده والتانية من دكروري.
بانيين حيطه. وادي دكروري قائد فريق النادي الاهلي النهارده. ايه ده مره ثانيه فريق اون سبورت يعلقها طويله لكن كريم طلبه يرد دكروري عايز يحطها في المرمى لكن دكروري اللي خارج الملعب ركله المرمى. هيبدا الحارس خالد ناصر. ظهرت قناه النادي الاهلي موجوده معانا النهارده مشرفانا ومنورانا استاذ ايهاب والاستاذ باسم والاستاذ عبد الرحمن الشبيطه استاذ احمد البرجاوي المدير الفني للفريق والاستاذ او الكابتن قلبه. بعرض الملعب دكروري دكروري يا سلام عليك يا دكروري. ايه يا ابني ده؟ ايه المهاره دي؟ يوسف علاء عدى بر فات يلعبها بجوار القائم الايسر لكن بص شوف دكروري بص دكروري لم وعدى ازاي زي سكينه في الحلاوه. مره ثانيه يلم يعدي يمر يفوت يا ولد دكروري. ايه الروح دي يا ابني؟ ايه الروح؟ كريم طلبه كريم طلبه ولكن لخارج الملعب. استاذ باسم والتعليمات والتوجيهات استاذ ايهاب والاداره والجميع هنا متواجد. يا سلام عليك ولد. ايه يا ابني ده؟ سماره يا ولد على المهاره يا ولد يا سماره حط سماره 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 يا ولد يا دكروري. يا سلام عليك يا دكروري. النهارده دكروري الروح القتاليه العاليه يعني دكروري النهارده بفدائيه بروح قتاليه عاليه واحده والتانيه مره تانيه. العرضيه فين؟ فين؟ لكن كريم ابا ايه يا دكروري ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ بيموت نفسه في الملعب. سعيد العبها بعرض الملعب عادل عادل حط يا راجل يصوب جول 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 عملها عملها سماره ميسي 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 لكن اللي خارج الملعب دكروري ليوسف يوسف علاء اللاعب اللي يقدر يخلص اللقاء لقناه النادي الاهلي. مره ثانيه يوسف يوسف علاء يصوب يا ولد يا ولد جول 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 يا راجل لا 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 جول جول يا كابتن جول يا كابتن عبد العزيز في العرض اللي جوه جول يا كابتن جول يا كابتن في العرض اللي جوه في العرض اللي جوه جول 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 جوه جول يوسف علاء عملها عملها يوسف علاء وهدف هدف لقناه النادي الاهلي. قلت لحضراتكم يوسف علاء اللاعب اللي يقدر يصنع الفارق يوسف علاء ميسي. بص اللقطه هات لي بسرعه هات لي لقطه احمد برجاوي بص المدير الفني بيعمل ايه رجع فرقته بعيد عن المشاكل رجع فرقتك نظم صفوفك دكروري يلعبها دكروري يعلقها مره ثانيه مقطوع سلامه دكروري اوبا عايز يحطها لكن خارج الملعب خارج الملعب ركله المرمى الركله الركنيه ركله حره لقناه الاهلي دكروري يرجع دكروري لشادي عبد السلام اي كلام يا عبد السلام رامي خارج الملعب ويشرف عبد الفضيل ومعتز زينو وادي ميسي ميسي يوسف علاء يوسف هيلم هيعدي يوسف علاء يوسف اسند لدكروري دكروري ما هوب هوب حط يا راجل هوب يا ولد يا ولد يا ولد ايه يا ابني ده تسلم شمالك يا راجل نفس الكوره ونفس المشهد الاسيست والثنائي ما بين دكروري ويوسف علاء يسند له والتاني يحط بشماله السلام عليك يا يوسف علاء ميسي يا جماعه يوسف علاء هدفين هداف البطوله حتى الان يوسف علاء هدفين مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده من يوسف علاء والنهارده مستر اسيست دكروري عمل الهدفين صنع الهدفين عمل اتنين اسيست دكروري النهارده دكروري بعيد تماما في بعض اللاعبين زي ما قال استاذ باسم في ابيض وفي احمر لازم اعتقد لسه المشوار طويل ولسه بدري قناة الاهلي هيقدر ينظم صفوفه ويقدر يستعيد العناصر الغايبه عنه ولكن في منه النهارده في اللقاء تصويبه لخارج الملعب دكروري يلعب عند قلبه مقطوع فاروق فوق يا فاروق يرجع مره تانيه ميسي يوسف
علاء، يوسف علاء يلعب على كان خارج الملعب. يعني يوسف اساسا يا جماعه بيلعب وهو مصاب. يوسف علاء انزل يا شادي، اعتقد يوسف علاء مش هيقدر يكمل. لاعب يا جماعه لسه راجع من اصابه، اللاعب يوسف علاء هينزل شادي عبد السلام مكان يوسف علاء. ايش يا يوسف، الف سلامه ليوسف علاء. العبها مره ثانيه اون سبورت، لكن خارج الملعب، خارج الملعب رميه التماس الجانبيه لقناه النادي الاهلي. 5-2 الاون سبورت قلبه تمريره، 3-2 حط مشي عدى مره، لكن يمسك الحارس كريم طلبه يضغط مره ثانيه، واحده والثانيه تكروري هوب هوب، خده مره ثانيه يلعب قلب 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 قلب. ركلة ركنية يلعبها مرة تانية، يلعبوا على السحبة ياخدوا مرة تانية سحبة، ده مش سحبة كورة، دي سحبة رخص. مرة تانية وادي تصويبة لخارج الملعب. وادي دكروري النهارده والله عمل مجهود رائع، عمل مجهود رائع وصنع هدفين ليوسف علاء، وبيلعب بروح قتاليه عاليه النهارده. يلعبها مشي عدى لم طار فات تمريره بعرض الملعب، فين فين يا راجل يلعبها، لكن ضربه الراس دكروري يا ولد دكروري بكل فدائيه وكل قتال وكل شراسه. دكروري النهارده بيدي يعني والله بجد يا جماعه المقاتل الشرس النهارده، عاجبني الفدائيه والروح القتاليه اللي عنده. يعني بصراحه يا جماعه والله لازم الحق كل واحد ياخد حقه. المقاتل لا دكروري، دكروري لعبه طويله خارج الملعب ونشوف لمساته ونشوف تحركاته وبو، لكن ده خارج الملعب رميه التماس. عبد الرحمن الشبيطه تيشيرته بندور على، يبدا مره ثانيه سماره، الموهبه موجوده والمهاره موجوده وسماره عنده كل الاشاره، يرجع مره ثانيه لم واد سماره تصويبه، لكن قفل عليه لخارج الملعب رمي التماس. قمصان يا شبيطه، قمصان يا شبيطه، تمريره مقطوعه المرتده، دكروري هيقفل دكروري، لكن يلعب يا سلامه دكروري، شوف دكروري قفل مع الحارس السابق في النهايه. يرد فاروق وادي تصويبه بجوار القائم الايسر خارج الملعب. احرز هدفين يوسف علاء، ودي في كوع كده اعتقد معاه كارت احمر، يعني اعتقد عايزه كارت احمر دي. يعني بص ده قال له كارت احمر، هو شاور له قال له كارت احمر. محمد عبد العزيز مستنيين اطمن على دكروري، لا 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 كارت احمر يا كابتن محمد. قانون يا جماعه، طمن على دكروري، عايزين طبعا فريق قناه اون سبورت عايزين يخسروا الاهلي، واحد من اهم الاوراق بتاعته. هيلعب قلبه روح رياضيه من سماره، دكروري يلعب مع كريم طلبه، صافرة النهاية وصافرة الختام.